معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، مرحبا بك. إذن وزير التعليم الإيراني يعلن استعداد نظامه لإرسال أطفال المدارس للمشاركة بالحرب إذا حصلت، كيف ترى هذا الحديث وتوافقه مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؟ سيد الكريم، أولا يعني يجب أن نصحح الخبر. إيران منذ الثورة الخمينية دأبت على استخدام الأطفال، والدليل أنها استخدمتها في حرب الثمان سنوات مع العراق. إيران يعني هنا كلام، تصريح هذا الوزير ليس دقيق. إيران تجند الأطفال منذ العام 79، ومنذ العام 2003 شرعت إيران بعمليات تجنيد الأطفال في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وغيرها من مناطق الصراعات. التوصيف الحقيقي لعملية تجنيد الأطفال وفق الشرع والقوانين الدولية يعتبر جريمة حرب، وهذه جريمة يعني يندى لها جبين الإنسانية إذا تابعنا تفاصيلها في إيران وفي الدول التي تنتشر فيها ميليشياتها. وهل ظاهرت استخدام إيران للأطفال، يعني كما ذكرت هناك هذه الظاهرة لها سوابق من من الحديث، هذه الظاهرة بدأت تتكرر في مناطق أخرى الآن كاليمن، إلى أي مدى يمكن أن تكون ظاهرة تجنيد الأطفال من ميليشيا الحوثي هي جزء من سياسة إيران التي ترسمها لميليشياتها؟ سيدي الكريم، ميليشيات الحوثي ووفق المنهج الإيراني، عملية تجنيد الأطفال وفق المنهج الإيراني القصد منها أولا حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وتجهيل المجتمع وتربية جيل يعني مشبع بالأفكار الثأرية والانتقامية. ما يجري في اليمن منذ بداية العمليات العسكرية الأخيرة في اليمن وحتى في المعارك التي خاضها الحوثي قبل ذلك كانوا دائما يستخدمون الأطفال. لا لا نعم سيد، وهذه جريمة بشعة. ويتم مساومة الأطفال وفق التواصل عمليات الرصد والتوثيق، يتم استخدام الأطفال ومساومتهم على تقديم مساعدات غذائية. هذه المساعدات الغذائية اللي يقدمها المجتمع الدولي هي من حق أطفال اليمن، لكن الحوثيين يستولون عليها في الموانئ ويجبرون أطفال اليمن على زراعة الألغام مقابل تقديمها. هذا في اليمن. أيضا في العراق جندت الميليشيات في العراق الأطفال، إلى ما ترجع قبول الأهالي يعني ذلك؟ هل بسبب مثلا العوز والفقر التي يعيشها بعض الأهالي في العراق لكي يجندوا أطفالهم في هذه الميليشيات ويجعلون يعني تقبل تجنيد أطفالها هذه الأسر، ما رأيك بذلك؟ سيدي الكريم، عملية تجنيد الأطفال لدى الميليشيات في العراق تتم بعدة وسائل، من ضمنها وسائل الترغيب والترهيب. هناك عملية إجبار بهذه الأطفال من قبل الميليشيات تمارس خطوتها على المناطق وعلى العشائر وحتى على المدارس. نعم. وهناك عملية ترغيب يستغلون بها ظروف الصعبة اللي يعيشها الشعب العراقي الآن، واللي وفق إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أنه أكثر من 60% من الشعب العراقي الآن تحت خط الفقر. هذه جريمة فظيعة تتم في العراق، وعلينا أن نتذكر أنه خلال الأشهر الماضية يعني ميليشيات عمار الحكيم وميليشيات بدر استخدمت ملاعب كرة القدم في المحافظات وخاصة في محافظة النجف لقيام بعمليات تدريب للأطفال على السلاح. نعم. أيضا استخدام الدين أو لنقل الشحن الطائفي ربما أحد الأدوات التي تستخدمها إيران وميليشياتها في تجنيد الأطفال في العراق وغيره، ما تأثير ذلك على هذه المجتمعات؟ هذه للأسف يعني لها الباع الأكبر في عمليات، لأنه وفق فتاوي وفق يعني فقهاء الميليشيات الطائفية يصدرون هذه الفتاوي ويجبرون الأهالي عليها ويجبرون حتى المدارس. القصد من ذلك هو أولا حرمان هؤلاء الطلاب من التعليم
التعليم الوضعي وإبقائهم في عملية حالة جهل وتجهيل ممنهج وتغذيتهم بالأفكار الطائفية والثأرية والانتقامية. إذن بعد تورط إيران وميليشياتها بوقاعة مثبتة كما ذكرنا في تجنيد الأطفال، هل من عقوبات أو إجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة؟ منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والهيومن رايتس ووش كلها كتبت تقارير عن ذلك الأمر، وكلها موجودة بين أيدي الأمم المتحدة الآن، والكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ يعني خطوات حقيقية وملموسة تجاه هذا الأمر على أن لا يشمل إيران فقط، لأنه الكارثة الآن أن إيران تجند أطفال العراق وأطفال اليمن وأطفال لبنان وأطفال سوريا، تجندهم وتعد منهم جيوش من الأطفال، تقتل براءتهم وتحارب بهم وتزج بهم في معاركها الإجرامية. عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق سيد علي القيسي، شكرا جزيلا لك.